حالة انفعالية طبعاً من ضمن الحالات الانفعالية اللي بتصير تحدث للطفل عند احتكاكه مع الآخرين والتفاعل معهم. هلأ بصاحبها شعور بالنقص والعيب، يعني بحس الطفل إنه هيك مش زي الناس، بشبخهم، أقل منهم، عنده عيب، عنده يعني إشي مش حلو. هلأ كمان بصاحبها حالة من التوتر والقلق وعدم الراحة بالمقارنة مع الأطفال العاديين، يعني الموقف لا يستدعي إحنا بدنا ننتبه. بالضبط، كل هذا الخوف والخجل والقلق وعدم الراحة لا يستدعي الموقف بالمقارنة مع الأطفال العاديين.